انا العبد الذي كسب الذنوب وسطته المعاصي ان يتوب. انا المضطر ارجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلن يخيب. فيا مولاي جل العفو وارحم عبيدا لم يزل يشكو الذنوب، وسامع حفوتي واجب دعائي، فانك لم تزل ابدا مجيبا. يا رب رضاك خير لي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها. فليس للنفس امال تحققها سوى رضاك عنها، فذا اقصى امانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا املي خير لي من الدنيا وما فيها. وصلاة وسلاما على من تتعلق به الامال وتشد الى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. اذا ما شئت في الدارين تسعد، فكثر بالصلاة على سيدنا محمد. وان كانت ذنوبك ليس تحصى، تكفر بالصلاة على سيدنا محمد. فما تتضاعف الحسنات الا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد. وعند الموت ترى امورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد، وفي القبر تحظى بالامان وترحم بالصلاة على سيدنا محمد. ولا تخشى من الملكين رعبا، اذا جاءك قل لهما سيدنا محمد رسول الله حقا اتبعنا وامنا وصدقنا سيدنا محمد. يصلي الله رب العرش عشرة على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي مئة يصلي الله الفا. فعجل بالصلاة على سيدنا محمد، ولا تترك رسول الله يوما. فما احلى الصلاة على سيدنا محمد، شفاء للقلوب لها ضياء ونور مستمد من سيدنا محمد. وان ضاقت بك الاحوال يوما فبالاسحار صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيدي يا رسول الله. عذرا رسول الله ان قصرت في وصف، فان جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى. والله لو ماء البحار جميعها كان المداد لوصف احمد ما اكتفى. والله لو ماء البحار جميعها كان المداد لوصف احمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت انواره للبدر ولى واختفى. تكفيه لقيا في السماء وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه ان البدر يخسف نوره، لكن نور محمد لن يخسفا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. في ليلة تكريم الحاج زهير عبد المجيد الدمراوي والد كل من الحاج نادر زهير عبد الحميد الدمراوي والحاج عثمان زهير عبد الحميد الدمراوي، وخالص العزاء لعائلة الضيف والقليني والشربيني واولاد منسوف. وقد جئنا بدعوة كريمة من الاعلام القدير الاستاذ فهد الشربيني. ما اجمل ان نحيا في رحاب القرآن مع علم من اعلام التلاوة في مصر والعالم العربي والاسلامي، واحد من الملقبين بألقاب كثيرة منها ملك المقامات ومحرك القلوب. انه معالي الدكتور عبد الناصر حرك، يسعدنا ويشرفنا في هذه الليلة المباركة. فيا أمة القرآن، إن كتابكم لهو الشفاء وصحة الأبدان، وهو الدواء لكل جرح غائر، وهو المحارب نزغة الشيطان.
وهو البلاغة والفصاحة كلها، وهو الحضارة في علو مكاني، يهدي إلى الخير العميم، وإنه أمن القلوب وراحة الأبدان. قد أنزل القرآن رب حافظ ليعلم الإنسان خير بيان. اقرأ كما أمر الرسول تعلما، وانبذ طريق السهو والنسيان. فأكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. ما علم من أعلام محافظة الغربية وأعلام مصر عموما فضيلة الدكتور عبد الناصر حرك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ثبتنا على الحق يا رب عند سؤال الملائكة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى
يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم Yeah.
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين
آمِنًا
عثمان. ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا من شيء
وما الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا وتقبل ربنا Thank you.
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وإياكم يا رب العالمين لنتقبل يا رب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. يتاليا آياته متبتلة احفظ من القرآن دون توان فالحفظ ينجي حافظا من حرها يأتي شفيعا من لدى النيران ويقال فاقرأ وارتق رتل إنما لك منزل فاصعد وكن بأمان كتاب الله لولا أن هدانا
كما وضح السبيل ولست مانع. نظام الدين والدنيا معا، وماذا يكون الناس ان فقدوا النظام؟ وما نفع الحياة لكل حي اذا ما اصبحت داء عقاما؟ كفى بكتابكم يا قوم طبا لمن يشكو من الامم السقاما. كتاب يملأ الدنيا حياة وينشر في جوانبها السلام، هو الذكر الحكيم، فمن تسامت به آياته بلغ المراد. هو الذكر الحكيم وليس أحلى من الذكر الحكيم سنا وزادا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة القرآنية المباركة، في رحاب سورة إبراهيم. تلاها علينا علم من أعلام التلاوة في مصر والعالم العربي والإسلامي، ملك المقامات ومحرك القلوب فضيلة الدكتور عبد الناصر حرك، في ليلة تكريم الحاج زهير عبد الحميد الدمراوي والد كل من الحاج نادر زهير عبد الحميد الدمراوي والحاج عثمان زهير عبد الحميد الدمراوي، وخالص العزاء لعائلة ضيف والقنيني والشربيني وعائلة أولاد منسوب. وقد جئنا بدعوة كريمة من الإعلام القدير الأستاذ فهد الشربيني في رحاب الفراشة الكبرى للحاج شندي وحجازي بدمتنو، والكهرباء الحديثة للحاج نشأت السيد متولي بترون البلد، والصوتيات للمهندس شريف مطاوع، والخدمات الفندقية للمتر جلال السعداوي سلطان طرين البلد، وكاميرات التصوير لقناة الصحة والجمال للمخرج إبراهيم صلاح وللشيخ رضا قاسم. أنا اسمي مسعد الجوهري، أنا مذيع في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا يبارك فيك. سيدنا النبي، تحبوا سيدنا النبي؟ اللي يحب سيدنا النبي يقعد معانا شوية. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيد الرسول. أما باجي أقول لك يا حاج محمد تبقى مبسوط جدا، لكن انا لو قلت لك ازيك يا محمد تزعل مني جدا. لو قلت لك ازيك يا استاذ محمد تبقى مبسوط جدا. قلت لك ازيك يا محمد يقول لك ده ما ادانيش اللقب بتاعي. الدكتور يزعل انه ما ياخدش لقب الدكتور. الباشا اللواء يزعل ان هو ما يخش رقب اللواء. نيجي للمتنطعين اللي ما بقولوش اللهم صل على سيدنا محمد. كلمة سيدنا محمد الناس مختلفة عليها ليه؟ اذا كان انت بتزعل مني ما انا اقول لك يا محمد. سيدنا النبي ما يزعلش منك، ما تقول له يا اللهم صل على محمد. محمد ده مين؟ محمد ده سيدنا النبي اللي رباه مين؟ رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك سبحانه، اعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك، سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال جل من سواك سبحانه، اعطاك خير رسالة في العالمين بها نشرت هداك. الله ارسلكم الينا رحمة ما ضل من تبعت خطاه خطاك. سيدنا النبي كان يتيم، بس اليتم شرف بسيدنا رسول الله. قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب سامية، ما كان مثلك ان يكون له اب يرعاك اثناء الطفولة آوية، ان كنت لم تنعم بظل ابوة فالله آثر ان يضمك راعية.
ماذا أقول لمن أتته حليمة خلف الرفاق تحث ضعفا بادية؟ عادت بمن ركب البراق مطية وكأنها نسر يحلق عالية. عادت بخير الرسل في أحضانها، عادت بخاتمهم تجوب فيافيا. ماذا أقول لمن إذا ذكر اسمه صلى عليه الكون في أسماعية؟ يا سيدي يا رسول الله، قد كنت طفلا فوق ثدي حليمة تأبى الرضاعة سوى نصيبك راضية. تعطيك ثدي اليمن تقبل شاكرة، تعطيك ثدي أخيك ترفض آبية. عجبا لطفل كان في إرضاعه حكما لمرضعة لديه وقاضية. سيدنا النبي، اسم محمد ما وردش في القرآن الا 4 مرات بس. 4 مرات كان عشان يثبت حاجة او ينفي حاجة. عشان ابقى لك سيدنا النبي ومكانته في القرآن ومكانته عند رب القرآن. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الآية دي بتثبت أن رسول الله سيموت، بدليل ان سيدنا عمر ما سمع الخبر صعق وقال: من قال ان رسول الله قد مات لاقطعن رقبته بسيفي هذا. فسيدنا ابو بكر يدخل على سيدنا النبي ويقبل وجه رسول الله، يكشف عن وجه النور ويقبل وجه النور ويقول: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ويخرج أبو بكر ويقرأ هذه الآية، وسيدنا عمر يقول إيه؟ وكأني لم أسمع هذه الآية إلا اليوم. يبقى إثبات الرسول، إثبات أن رسول الله إيه؟ سيموت. الآية الثانية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بينفي حاجة اسمها التبني، لان كان في واحد اسمه زيد من صحابة رسول الله كان بيقول زيد ابن محمد، فالقرآن بيقول لهم: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. يبقى بينفي حاجة اسمها التبني في الاسلام، مفيش حاجة اسمها مش ابني يبقى ابن محمد، لا. حتى هو اتجوز ايه؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. اتجوز مراته، وينفع حد يتجوز مرات ابنه؟ ما ينفعش طبعا. يبقى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله. الايه الثالثه: والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. يعني ايه؟ ينفي الايمان على من لم يؤمن برسول الله. في ناس ما بتؤمنش بسيدنا النبي، بيقول لهم انتوا ايمانكم مش مقبول. والذين امنوا وعملوا الصالحات، بس كده، وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. بينفي الإيمان على من لم يؤمن برسول الله. الآية الرابعة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إثبات الرسولية لرسول الله، بيطمن سيدنا النبي، بيقول له: يا محمد، إن أنكر الخلق بأنك رسولي فأنا أقر لك وأنا الله بأنك رسولي يا محمد. إثبات الرسولية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي القرآن بعد كده يجيب: يا أيها النبي 13 مرة في القرآن، يا أيها النبي 13 مرة في القرآن، ويجي: يا أيها الرسول مرتين، ويجي: يا أيها المزمل، ويا أيها المدثر. ما قالوش يا محمد أبدا. معنى كده أن ربنا إيه؟
مكرم سيدنا النبي خاطب الانبياء باسمائهم جميعا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا انا نبشرك بغلام، يا نوح اهبط بسلام منا، يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. يجي مع سيدنا النبي يقول له يا ايها النبي، معنى كده ايه؟ نوصل في النهاية بايه؟ بان اللي بيقول اللهم صل على محمد يا عم انت صح، فقد التزم النص. ومن قال اللهم صل على سيدنا محمد فقد تأدب مع النص، ولا شك ان المتأدب مع النص افضل من الملتزم بالنص. يبقى كده خرجنا من دايرة ايه؟ مش حرام ان انا اقول اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا محمد، مش حرام، مش حرام، بدليل انت بتزعل مني لما انا بقول لك يا حاج فلان، ما بقولكش يا حاج فلان. لما بتيجي للقب شيخ الازهر اقول لك اللقب بتاعه ايه؟ فضيلة الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر الاستاذ الدكتور، اديته 9 القاب ولسه ما قلتش اسمه. والله انا سمعت قناه قاعد يتكلم عن نفسه وانا دكتور ودكتور ودكتور ودكتور، هم يقول لك اللهم صل على محمد، يعني انت قاعد تمدح في نفسك وسيدك اللي هو سيد البشريه كلها وسيد ولد ادم واول من تنشق عنه الارض يوم القيامه واول شافع واول مشفع واول من يطرق حلق الجنه، فيقول خازن الجنه يقول له من؟ يقول له محمد. سيدنا النبي لما يجي يقول اسمه مش هيقول سيدنا محمد، مش زينا كده. تسمك ايه؟ انا اسمي الاستاذ محمد. لا يا حمد، سيدنا النبي متواضع جدا، سيد المتواضعين، تدخل عليه كده هو قاعد في وسط الصحابه ما تعرفوش الا من خلال النور اللي هو يظهر في وجه رسول الله، لان وجه رسول الله كان ايه؟ كان نورا صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى كده لما تقول اللهم صل على سيدنا محمد انت متأدب مع النص ومتأدب مع الله، بدليل ان ربنا كرمه في القرآن، ربنا مكرمه. انت يا عبد يا ضعيف يا اللي ما بتصليش اصلا، بتصلي على سطره وبتسيب سطره وبتصلي الجمعة كل اسبوع وسايب كل حاجة بتعملها وتقول اللهم صل على محمد، ابو محمد مين؟ ابعد عنه، ابعد عن سيدنا النبي كده، لان سيدنا النبي ده له مقام عال عند الله. فمن احب رسول الله فقد احب الله. قل ان كنتم تحبون الله، علامة ايمانكم وحبكم لله ايه؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما اجمل ان نعود الى روضة القرآن، ما اجمل ان نعود الى روضة القرآن. الشيخ عبد الناصر النهارده ما شاء الله ربنا فتح عليه جدا، يعني من الايام اللي هي الجميله اللي انا